أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الصائم له أن يأكل ويشرب حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله؟ وما الدليل؟ الاعتماد ليس على الأذان، الاعتماد على طلوع الفجر، وإنما الأذان قد يكون علامة على طلوع الفجر إلا كان المؤذن يتقيد بالتوقيت فلا يؤذن إلا عند طلوع الفجر. فإذا علم أن هذا المؤذن متقيد بالتوقيت ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، فإنه يترك الأكل من أول ما يبدأ المؤذن ولا يصبر يأكل ويشرب حتى يفرغ. هذا غلط، لأن المؤذن إنما يشرع في الأذان عند طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب للصائم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان على طلوع الفجر فإنه لا يمنع الأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان بلال يقدم الأذان لأجل تنبيه الناس على قرب الصيام، وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر لينبه الناس على الإمساك عن الأكل والشرب. نعم.